على مدى عام ونيف كان هذا المكان وربما كل ما يحيطه من تباب تحت سيطرة الجماعة الإنقلابية، ولكن يبدو المشهد مختلفا هذه الأيام، فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا أن تحكم سيطرتها على عدة مواقع في مديرية صرواح مأرب. ووفقا للمعطيات الواصلة من الأرض، فإن كثيرا من مناطق وتباب المديرية أصبحت تحت سيطرة الجيش، منها النصيب الأحمر المطل على سوق صرواح مباشرة، وفي المحور الثاني منطقة الحماجرة التي تم تحرير تبابها بالكامل. أما عن أبعاد المواجهات فقد شارفت قوات الجيش على الوصول إلى الطريق الذي يربط صرواح بمأرب، وبذلك توشك على قطع الإمدادات إلى جبل هيلان والمخدرة غربي مأرب. مصادر ميدانية قالت إن الميليشيا فقدت وسقط منها عشرات العناصر ما بين قتيل وجريح، فيما قتل في المعارك أيضاً عدد من أفراد الجيش والمقاومة بعد انطلاق المواجهات من ثلاثة محاور، وهي عمق وميسرة الميسرة وميمنة الميسرة. بشكل عنيف تعود المواجهة إذن إلى المديرية التي تعد آخر معاقل الحوثيين، وكلما اشتدت وزادت وتيرتها تعود الميليشيا مجدداً إلى فتح جبهات أخرى علها تخفف الضغط على مقاتليها.